في لعيبه زي ما حضرتك قلت مستواها ثابت من بدايه الدوري، زي طارق حامد، زي زيزو. يعني انا مش متخيل شكل المنتخب من غير طارق حامد بصراحه. يعني حاجه يعني مش طبيعيه والله العظيم يا كابتن احمد بجد. يعني مش متخيل ان هيبقى في 11 لعيب في منتخب مصر بيلعبوا وطارق حامد قاعد بيتفرج. القرار في وجهة نظرك يعني قرار مثلا فني؟ لا قرار غريب، مش مفهوم، مش مفهوم. انا سمعت مفهوم انه عشان بيقول لك عشان يعني اعترض في ماتش الاهلي. لا ما اعترضش، إيه؟ ما اعترضش، مش عارف قلب وشه مكشر. ايوه كشر، كشر عشان طبيعي لعيب الكوره اللي مش هيلعب هيكشر. يعني لعيب كوره ده طبيعي جدا يعني. انت النهارده مش لازم ابقى يعني قاعد مسخسخ ضحك يعني عشان ابقى زعلان. لا لا لا، ما لازم ابقى زعلان، ما بلعبش يا كابتن، ما ببقاش لعيب كوره وما عنديش دم. بص يا ابو احمد، ما تاخدش اكشن. بص يا كابتن، ادام ما خدش اكشن حامد على مدار السنين اللي فاتت دي يا كابتن جمال، يا كابتن احمد، يا كابتن احمد، ما زعل ولا قلب وشه عشان هيلعب ولا ما يلعبش. يا كابتن طارق يتحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا يعني. ايوه حتى لو انا وشي مقلوب، هتاخد او مش هتاخد لعيب عشان بيقلب وشه او بيكشر؟ مش تاخد حد. الناس كلها بقى بتشتغل في يعني معلش نبعدين فين احنا؟ انا اصلا انا سمعت الناس، احنا كلنا بتوع كوره وبنتفرج على كوره وبنحلل كوره، مش هقول لعبنا كوره، ايه هو اللي ناقص طارق حامد في الملعب واخد بالك عشان ما يضموش لمنتخب مصر؟ معلش انت يعني شايف النهارده طارق حامد عشان يلعب اساسي منتخب مصر؟ طارق حامد اقول لك على حاجه، في بعض اللعيبه غايبه عن فرقه، اقول لك على حاجه، الا طارق حامد لا يزال يغرز وحده. طارق حامد كان بيلعب لوحده، كان صح، بيلعب الاسماعيلي لوحده في نص فترة الملعب، من الفترات في نص الملعب كويس. وبعدين الراجل متطور جدا يعني، حتى بيقوم بصنع دور صانع الالعاب، غير انه بيدافع، غير انه بيقطع الكوره، غير انه قائد، غير انه اللي حواليه ممكن يكونوا مش كويسين، فهو بيشيل ده شايلك كله. انت ازاي معرفش طبعا شايف يعني كل ده؟ انا قبل كده دافعت عن كارلوس كيروش في اختياراته لان هو المدير الفني، لكن برضه لازم ايه، من حقنا ان احنا ننتقد ونحافظ على لاعبتنا. يعني ازاي زيزو ده ما بقاش في المنتخب؟ لا هو كابتن احمد معلش، احنا ما بنعترضش على اختياراته، لا ولكن مش بنعترض. لما يستبعد لاعب بقدر وحجم وقيمه لازم نفهم. طارق حامد وزيزو ورمضان صبحي ضم لهم، وقبل كده شريف وقفش، عشان لما احنا اتكلمنا يعني على نفس القصه لازم تبرير بالظبط، يعني لازم تقول لنا ايه السبب. لا وبعدين ما تقوليش اصل هو قلب وش، يعني ايه قلب وش؟ مش ايه الجمله دي؟ ما سمعتش حد طلع قال ايه الجمله دي؟ طارق حامد مستواه الفني وحش، ما يقول كده يعني لو انا مش مقتنع بيه. اصله قلب وشه، يعني ايه قلب وشه؟ نازل او هو خارج؟ ده كلام ايه يعني؟ الكلام ده كرة يعني القدم. كلام مش يعني مش مقنع بصراحه. مطلوب مني اللي انا ادي عذر اقبح من ذنب، مطلوب مني اللي انا ادي في الملعب اكشر؟ دي قصتي انا مش فاهم. طب ما ده طول عمره مكشر. لا هل انا ولسه بقول لك كابتن احمد عيد او اكتر؟ لا هل كابتن احمد كان من افضل اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر؟ بعدين كابتن احمد، هل انا كشرت ومثلا رحت اعترضت على المدرب او ان انا عملت خناقه وعملت مشكله؟ انا ما عملتش حاجه، رد فعل. انا قاعد وشي مكشر. طب لازم مكشر انت مالك كابتن؟ اتنين لعيبه، اكبر اتنين لعيبه اقسم بالله في نادي الزمالك ما تسمع لهمش صوت في اوضه اللبس، طارق حامد وعبد الشافي. طبعا شوف انت قلت عبد الشافي قبل طبعا. انا بقول لك اتنين لعيبه ما بتسمع لهمش صوت كابتن، يعني تحطهم ما تحطهمش ايه بقى؟ مش ما بتلعبنيش وانا وشي مكشر، مش فاهم فين الموضوع.